بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع سلسلة السيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة، مع الحلقة الخامسة بعد المئة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال في إرسال السرايا للقضاء على الكفار الذين حاولوا أن يتألبوا على المسلمين في غزوة الأحزاب. بعدما تفرقوا بدأ ليقاتل كل قبيلة على حدة. ففي جماد الأولى من السنة السادسة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة، والهدف اعتراض قافلة لقريش فأدركوها، وأخذوا كل ما فيها وأسروا كل من فيها، ومن بين الأسرى أبو العاص بن الربيع، وهو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان بقي على شركه وكان ما زال مشركا. فأجارت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاص بن الربيع الذي ما زال مشركا، معنى طلبت منهم أن يكون في جوارها. فهنا تظهر في الإسلام مكانة المرأة وتشريف الإسلام للمرأة وتقدير الإسلام للمرأة. فقد قبل الإسلام هذا الشيء الذي طلبته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأسرى وردوا عليه ماله. رجع أبو العاص بن الربيع إلى مكة وأرجع لأهل مكة أموالهم التي كانت في القافلة، ثم أسلم. دائما في السيرة النبوية الإسلام لا يكون إكراها، وإنما بمحض الاختيار. فبعدما أن رجع أبو العاص بن الربيع وكان في حل من أمره ولم يكرهه أحد، عند ذلك أعلن إسلامه وهاجر إلى المدينة المنورة. والسلام عليكم.